ولمشي عزيز. صارت يا جزاي علت يكحة 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 اي سيدي هاتك الزويز ترى. الله الله عاد ستاي سيدي لازم تتفهمني شنو هاد سويدي قلقوني قلقو اي يا اخي جبت السبتري بعدك اخي كالعاده ما عاش بعدك والاخر وين صاحبه وين صاحبه صاحبه خليتها داخل خليتها داخل وين عندها يهرب ولد الهجاله اليوم نهارك يا راس القوبه الراح لهني العاد كان هنا وما بقاش هنا ما تقول ليش دير الخدمة بتاعك تو تسعى المفاتيح في جيبي والباب مسكر فاتيح في جيبك والباب مسكر دماغك هو المسكر شير ما عندهم وين يبعدوا ناي يجيبوا سرقوا لي فراشي والفلفل بتاعك ما تسوس فيه لا هدي يعلم الكل عاد يسرقوا لك فراشك وسلاح وانت راقد وتعبلي رقيق فين الرقيق فين على طبيعة هدي مشوق الرقيق مرسي شير وزيد تبكس علي مرسي شير فيش اسمع قبل كل شيء انت المسؤول عليهم ولو كان يعملوا بعض العمليات اعرفوا انت رصيلك فين ترصيلك انت يا شاف كيفاه ما تنساش اللي الفرفر متاعك من عام الحرب وبلا رخصة ومش لازم نكملوا البقية شيف مش قلت لي هيك النهار على الترقية والزيادة قلت ليك شاب الله انت ما عادش كبرانكول انت كبران شيف انفوس يا شيف كبران شيف بعد ما جيبهم ونجيب الفرفر معه حاضر مو شيف اللهم بارك ثم انظرك انا كنت حاضر من وجهك تهنس كل كيف كيف حتى واحد ما يعرف له جعرب والله نكنه فيها روسنا ومن بعد في اللوز يا ابتي رمادة ما تكسر مش تلحي لاني وليس خالي خد حقك تصبيع بتاعه بعد بعد هات من حقك تطرعي هاي Thank you.
سبحان الله بحمده. أي خبت روحك ما أتعلم أنكر ويابد. Thank you.